أحسن الله إليكم. المرسلة سين من المدينة المنورة تقول في أول سؤاليها: عندما أحمل طفلتي وهي تلبس الحافظة فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، لا بأس بذلك. إذا لم يحصل نجاسة بيدك أو من لمسها، كانت محفوظة ولا يخرج منها نجاسة، صلاتك صحيحة ولو حملتيها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، كان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها عليه الصلاة والسلام. نعم.